السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا، قناة الشيف أوشكي إبراهيم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم أن بيش أو أن رولو والشوكولا عمر بالقناش اللي درت ذاك النهار وقلت لكم غادي نصوبه إن شاء الله. اليوم غادي نصوبه لكم. مرحبا بكم، نتمنى منكم تبعونا باهتمام وتفرجوا في الفيديو، يعني تشوفوا التفاصيل مزيان قبل ما تعملوا أي حاجة من هذا الشيء اللي كنعمل. عندنا بسكوي اللي صوبنا داك النهار، ها هو كنحيدو ليه البابي ديالو بحال هكا، نحيدو ليه القاعد، كناخدو البسكوي ديالنا كنقلبوه، كنخليو ديك البلاصة هي اللي هنا اللي غادي يكون لانتيريور ديال البسكوي ديالي هو هذا. كنديرو أولا وقبل كل شيء واحد البلاستيك، واحد القاعد بلاستيك أخرى باش نرولي فيه هاد البسكوي ديالي، لان الاغلبيه ديال النساء ما عندهمش لي طابي السلوكه، لا عندهم بحال هادي ايروليف بحال هادي. كاين الناس اللي عندهم حويجات اخرين، المهم لا سامبليسيتي في الحاجه هي هكا. كناخذوا اولا وقبل كل شيء السيرو ديالنا، وهو السيرو نص كيلو، غديروا نص كيلو اللي بغات ديروا تصوبوا ديروا في الثلاجه ديالك، غديروا نص كيلو السكر ودير ليه نص سيترو د الماء، طيبو مزيان لدرجة الغليان، كدير ليه إن روم وفريز ولا شي روم أخرى، لا روم اللي بغات ولا فاني ولا شي حاجة. أنا كنفضل هاد لا روم ديال الفريز. كنديرو شوية ديال السيرو ديالنا بحال هكا، بيسكوي هانتو مرطب كيجرطب، نخليوه يشرب مزيان. غادي نمشيو لا كريم شانتيي، غادي نمشيو الطريقه ديال لا كريم شانتيي. الاغلبيه ديال العيالات كيقولوا لك ما كيصدقش لينا لا كريم، ما كيطلعش لينا مزيان. كناخذوا لا كريم، ها هو لا كريم شانتيي. بالمناسبه راه كيخصكم ديما تستعملوا ان بون كريم شانتيي، الا ما كانش لا كريم مزيانه ما كطلعش مزيان. هذه غنطلعها بليد في ظرف وجيز، في ظرف وجيز. ولا كريم اللي كنستعمل هي هذه، هي هادي. هاد لاكريم كتجي من طاليان، مدين ايطالي، كتصوب في طاليان داكشي، وزوينة هي، كتدخل في الشركة اللي كتدخلها كاينة في الدار البيضاء. غادي ندير السكر ديالي، معلقة ونص ديال السكر. هنا درت 200 غرام ديال لاكريم، هانتوما كتشوفو. لا كريم دغيا كتطلع، الا كان فيه بون كريم تي تسويت. هاهي بدات تطلع، شتو ما فيها لا تما راه، الا ما كانتش لا كريم مزيان راه ما كيطلعش مزيان. هاي لاكريم ديالي، ديما لاكريم ضرب دورة هكا، نصف دورة باش كيدخل الهواء في لاكريم كتقفلها. ها لاكريم ديالنا شفتوها، ونزيد هاد طلع مازال اكثر من هكا هاد طلع. هيا ها الكريم ديالنا شاد مزيان. المقادير اللي غادي يخصني لهاد الرولو، غادي يخصني تقريبا لا كريم او بور، شويه ديال الكريم او بور، الكاناش والشوكولا. هنا عندي لا كريم شانتيي، السيرو راه درناه، والطريقه باش طلعوا على كريم راه وريتها لكم. الا كان راه شفتوا فشحال طلعتو، تقريبا جوج دقائق ثلاثة دقائق فاش طلع على كريم، ما كايناش ثلاثة دقائق. شويه ديال الشانتيي ديالي، كنديروا كوست البيسكوي بحال هكا، انتم غتشوفوا
نقدو مع سميتو ديالو، نزيد شويه هنا كناخد القناش ديالي، كندير القناش بحال هكا، كنقلعو من المول القناش فردتو، داير حبات ديال بحال هكا دايرين هكا هكا، انتما كتشوفو اللي ما عندوش المول بحال هكا وما يديرش هاد الطريقة، يعمر البوش الحلاوي ديالو ويدوز سطر غليط، ولا يدير سطر ويدير فوق منه سطر، جوج سطور ثلاثة سطور، تيجي واحد الكوش غليط بحال هكا. انا درته هكا بهذه الطريقة، كندير قناش ديالي هكا، كنستمر تنعمر السطر ديالي. درنا كوش ديال القناش لا كريم شانتيي، كناخد شويه ديال القناش ديالي كنديرو في الوسط بحال هكا، كنزيد نديرو، هذه كتجي ان بون بيش الشوكولا، لان هذه راه لا شوكولا كوفيرتور نوار، ايم واحد الشوكولا رائعه في المذاق ديالها. ديما قلبوا على كوفيرتور باش تعمروا لي زانتيريور ديال الحوايج، الوسط ديال الحاجه عمروها بلا سميتو الشوكولا السكراتي، يمكن ديروا بها لا ديكوراسيون، يمكن ديروا بها شي حاجات اخرين. كنطوي البسكوي ديالي بهذه الطريقه هكا، كنطويه نعاود نجيب بحال هكا، ندير بحال هكا، نكمل الطويه ديالي، عاد كنجيب هكا، هانتوما كنرد لابيش ديالي، كنردها بهاد الطريقه هكا هكا، ها هي نردها بحال هكا، كنشد لابيش ديالي دروكا، كنزيرها باش تجيني شاده راسها مزيان هكا، هي لابيش ديالي، اللي بغا يزيرها مازال يزيرها مزيان، غتحلو عاود، غتبداو ليها تاني من الراس نفس الطريقة هكا هكا، عاود زيرو لابيش ديالكم، زيروها مزيان باش تجي مزيرة هكا هكا، وكنسدو ليها الجانب ديالها بحال هكا، نديروها في طوا، نديوها الكونجيلاتور ديالنا نخليوها تبرد. ناخد لاكريمو بور ديالي، ها هو كنخلطو بحال الطريقة، كناخد القناش ديالي كنخويه فوق لاكريمو بور، الوصفة ديال لاكريمو بور راه وريتها لكم كيفاش كيتصوب، هذا راه يبقى عندكم في التلاجة لمدة 15 حتى 20 يوم أكثر. هاد الكرينجور غادي نخلطو بحال هكا، هدا شنو غندير بيه؟ غندير بيه الماسك باش نماسكي ديك لابيش ديالنا، الماسك الفوقاني هو هذا، باش يجيني ماسك مزيان ويجيني سميتو، غندير لاكريم دوري لوكريمو بور ديالي فوق البوطا ندوبو شوية. اش كندير دروك؟ كندوب لاكريمو بور ديالي باش ندير بها اون ماسك، هي نورمالمون الا نخدمو بها ما نحتاجوش ندوبوها، الا نخدمو بها الداخل ديال لاطارت، الا بغينا نديرو اون ماسك فوق ان ترونش ولا فوق ان طارت بلاكريمو بور ندوبها بحال هكا هكا، شوفوها شتيها كتجي بواحد الشكل ان ليستي هكا، عاد ندخلوها للثلج باش تبرد مزيان ديك الساعه. دروكا دوزت واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق حطيتها في الثلاجه، نتوما كتشوفوا هذاك القناش اللي داير كرات غير كيضربوا غير كيخرج كيسخن شويه كيبدا يدوب كيبدا يدوب، ها نتوما شوفها شوف كي كيخرج غير شويه غير يسخن شويه يدوب، باش كتجي ديك الانتيريول ديال لابيش كتدوب كتجي كتدوب، ملي كتقطعها كتدوب كتاكليها بحال. كناخدو هذا الماسك ديالنا كنديروه بهذه الطريقه، ها نتوما كتشوفوه
هكا كنخويو لا كريمبور ديالنا، وكنديرو واحد الطابيون، ندير واحد الكري، ها الماسك ديالنا كي كيجي كتخويه كيسيح مع الجناب ديال لاطارت. باش نغلف لاطارت ديالي مزيان تجيني في هذا اللون، هانتوما كتشوفو شتوها كي كتجي، كتجي رائعة. كنشوفو الجنبات ديالنا واش كاع مغطيين بلا كريم ولا لا، كنديرو فوق من هاد الكريم هكا، كناخدو الكري ديالنا بحال هكا كنضربو بيه شويه ونخليوها تقطر، عاد نحطوها في نوتر بلاطو باش نجمعو هاد الكريم ديالنا. هذا غنحتاجوه تاني نخدمو بيه حاجه اخرى، ونخليوها حتى تقطر مزيان وندخلوها تنشف لينا في كونجيلاتور. تنشف لينا في كونجيلاتور غادي نخرجوها نديرو لها الديكور النهائي ونقدموها لكم ان شاء الله. لابيش ديالنا هي خرجناها بعد ما خليناها واحد نص ساعه تقريبا في الكونجيلاتور. هانتوما كتشوفوا القضيه ديال لاكريموفور اللي هضرت عليه البارح، ديك لاستيس ديال الزيت العود، ديال الزيت اللي ماشي الزيت العود، ديال الزيت اللي كنزيد ليه في الاخر واحد شي معليقات الزيت باش يبري. ها هو ها لاكريموفور باش غلفنا هاد لاطارت، شوف البريون ديال لاكريموفور كي داير، وكل ما درناش لهذاك لاكريموفور داك شويه ديال الزيت ما يعطيناش هاد اللمعان. راه الحاجه ملي كنديروها كنديروها بان كتنفعنا في بزاف د الحاجات اخرين، ربما ما كتبانش الانسان. ها هي دروك هلا على واحد اسميتو، كناخذوا البيش ديالنا كنحطوه على عبر ديال التبصيل اللي غنديرها فيها، كنقطع من هنا هكا، كناخذ هاد الطرف الاخر ونحطو هنا، كناخذ السبانتور ديالي هكا، كنحط لابيش ديالي في وسط البلاطو بهذه الطريقه. هانتوما كتشوفوا، شوفوا القناش كي اللي لداخل كي كتجي، كانت قبيله قاصحه باش ما سميتو كتبرد، باش ما تخرجها كترطب وتدوب كتجي سايحه. واحد جوج ديسكات بهذه الطريقه، كناخذ الديسك الاول كنقطعو على جوج، كنقطعو على جوج بحال هكا، كناخدو كنديرو لهاد الجهة ديال لابيش ديالي. هانتوما كتشوفو هاد الديسك قطعتو قد، كندخلو نورك عليه هكا، كنجيب الديسك نص الديسك التاني كنديرو لهاد الجهة، هانتوما كتجيني باش تسد ليا ديك لا ديكوراسيون. نحاول أي رتوش نصوبها باش يجيني البلا ديالي نقاد. هنا درت دي بوند، واحد دو بوند درتهم للباستياج، كناخد البوند ديالي كنقطعها بحال هكا، كنشوف مداش البيش ديالي، ها هي هكا كنقطعها من هنا، كناخد هاد البوند ديالي بحال هكا كنديرها في الجنبات ديال لابيش ديالي باش تجي فيها لاصقة بحال هكا. هنا وافية كنضربها عموديا بحال هكا، كنورك على لابوند ديالي باش تجينا بحال هكا. هانتوما كتشوفو باش تجينا بحال هكا. لا ديكوراسيون راه ان شاء الله دروس، لان بغيت نشرح لكم مزيان اي حاجه، ماشي غير نقول لك جيبي هادي وخلطي وديرو، خصني نشرح لكم ان شاء الله. يفوت رمضان راه غادي ندير قسم في القناه دروس خاصه للجميع، اللي كان نرجو من الجميع يتسجل فيهم، يتسجل في هذوك الدروس. انا عرفت علاش بغيتك تسجلوا في الدروس، باش بغيتكم طبقوا ليا. غنديروا في المثال بتي بان والشوكولا، غندير فيها ثلاثه واربعه وخمسه الدروس بالتفصيل الممل، ونطبقوا التطبيقات ديالكم ونشوفوا كي خرجتوا هذيك البتيبان كي خرجت لكم. هادشي اللي بغيت، اي درس غنديروه خصني نديرو وتمشيو معايا في التطبيق. الفيديوهات العاديين اللي كيطيحوا في القناه راه ديما غيطيحوا 4 3 د الفيديوهات في النهار، هادوك لا ما نهضروش عليهم. ديال التطبيق اللي بغات تشارك فاسميتو غتقول انا نشارك باسم ديالها المستعار،
والتطبيق الا صورته غديه للمجلات تلوحو في قسم غتصيفطو في راسينا في المجله، غنديرو قسم ديال السيدات اللي مشاركين معنا في الدراسه كيقراو عنا وطبقوا التطبيق ديالهم، وان شاء الله الرحمن الرحيم حنا راه معكم وغادي نتهلاو فيكم. تكريم تكريم للمتفوقين ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا كندير هكا كنعاود نصوب الجهه الاخرى ديالي، كناخذ العجينه ديال الباستياج كنقادها بحال هكا كنحطها كنجيبها هكا كنضرب هاد الطرف عموديا هكا، كنقاد العجين ديالي كنلصقو في جنبات ديال البيش باش نعطيوها واحد لا ديكوراسيون زوينه هكا. هنا كناخد الشوكولا ديالي هكا كندير هاد الشوكولا بهاد الطريقه، هاد الشوكولا غادي نوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم كيفاش تصوبوا الشوكولا ديالكم وكيفاش ديكوريو. هيا غادي نديروها هكا ونخليها هي تكا راسها باش ما كتعطل، غادي تكا غادي تكا شي فوق شي. غادي نديرو هاد الجهه الاخرى هكا 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 هكا، درنا اربعه من كل جهه. هنا كنجيب واحد الوريضه ديالنا صوبناها بحال هكا، الورق ديالها هما كنديرهم بهذه الطريقه، كنجيبوا الوريضه صفراء صغيره صفراء صوبناها من الباستياج كنحطوها في الوسط، كنجيب بهذه الطريقه ناخذوا الشوكولا بيضه ديالنا كنكرطوها شويه بهذه الطريقه، كنرشو شويه فوق لبش ديالنا. ها هي لبش ديالنا موجودة، هذا هو ديكور النهائي ديالها. نتمنى تعجبكم جربوها وراه رائعة، ما عندي ما نقول لكم راه واحد الحاجة اكسيبسيونيل. انا غنعاود نوريكم واحد المرسو اللي قطعت منها، شوفوا كي كتجي لداخل، شوفوا كي كتجي لداخل هكا كتجي لداخل، كيجي الكناش سايح لا كريمو بور وكناش الفوق في البريون ديالو هكا كتجي. نتمنى هاد مرحبا بكم، نتمنى هاد الرولو والشوكولا وكناش والشوكولا يعجبكم، مصوب بالبيسكوي والشوكولا فيه لا كريم شانتيي فيه لا كريمو بور كات من الفوق. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الدرس ديال اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم دائما في القناه ديالنا. وانا داك الفيديو اللي درت البارح درتو لان ديك السيده قلقتني، وان شاء الله الرحمن الرحيم ما بقيش غنديها بحال هذوك الناس وما نقلبش عليهم وما نجاوب ليهمش نهائيا. اللي بغى يهضر يهضر، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، حنا الحمد لله البرهان والدليل ها هو قدامكم، وغادي تشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الناس اللي غادي تقيدوا عنا وغادي يتسجلوا في الدروس اللي غادي نقدموا لكم اللي في رمضان، راه غادي يكونوا سعداء باننا كنقدموا لهم تعليم مجاني مجاني لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كنتمنوا منكم غير دخلوا للقناه ديالنا، اللي بغى يصوب شي حاجه تفرج في الفيديو وتطبق الفيديو وتقول لنا النتيجه ديالها، وحنا معها نقولوا لها كيفاش علاش دارت وكيفاش الا خرجت ليها ما خرجتش ليها علاش ما خرجتش، ونتبعوا معها المسائل باش ان شاء الله كلكم تكونوا حادقات في ديوركم وتصوبوا حاجات بيديكم. واخيرا البرستيج ما عنديش، عندي المعقول وهذا الشيء اللي كتشوفوا قدامكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم.